الحركات وسقوط العدالة ببلادنا وهي المحاماه ندوة تحمل الكثير من الرمزية والدلالات وإشارة قوية على التوجه الذي نأخذ به داخل اليوم. احنا بصدد يوم دراسي من تنظيم الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين مع التنسيق مع القطاع ديال المحامين الاتحاديين. موضوع اليوم الدراسي هو استشراف واقع ومستقبل مهنة المحاماة على ضوء المسودة ديال القانون ديال المهنة. طبعا هي مناسبة للمساهمة في النقاش العمومي الدائر حول واقع ومستقبل المهنة، على اعتبار اننا نعتبر في الفريق الاشتراكي مهنة المحاماة هي من بين الصمامات الأساسية ديال دولة الحق والقانون، وهي مدخل أساسي لتعزيز ثقة المواطن المغربي وجل المعنيين بقضايا العدالة في بلادنا ثقتهم في القضاء. اليوم الرهان الكبير ديال بلادنا على تقوية واستقلالية ونجاعة القضاء هو قاطرة تعزيز الاستثمار، تعزيز الحقوق، تعزيز الحريات، وهذه القاطرة ممكن لها تكون قوية وناجعة وفعالة إلا بمهنة ديال المحاماة قوية ومستقلة. يأتي هذا اليوم الدراسي في ظرفية دقيقة بالنسبة لمهنة المحاماة، بل لربما بالنسبة لقطاع العدل في المغرب. مشاريع الإصلاح التي تفرض نفسها بالنسبة لقطاع العدل تجعل المبادرة التي أخذها الفريق الاشتراكي وقطاع المحامين الاتحاديين مبادرة في وقتها، ربما تجعلهم سباقين لطرح النقاش في إطار المؤسسات ديالهم ولجعل النقاش يمشي على رجليه، للحكومة وللوزير الحق في أن تكون له مسودة مشروع قانون، وللهيئات وللرأي العام في المجتمع كل الحق في انتقاده وإبداء الملاحظات. ولذلك حرصنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن يكون الحوار فيما يتعلق بالإصلاح في بلادنا حوارا هادئا ومسؤولا، أقول حوارا هادئا ومسؤولا، حوار يساهم فيه أولا المؤسسات. إذا كان للوزير أن يحرر مسودة فللحكومة أن تنتج مشروع قانون، ولمؤسسات البلد وخاصة البرلمان أن يبت في هذا المشروع وينتج قانونا، ولن يصبح قانون إلا بعد التداول، التداول اللي تكون فيه التدافع وتكون